السلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي غزال بيوتي. اليوم ان شاء الله فيديو غادي يكون مغير على الجديد في البوتيكات وفي لي صال اللي كنشارك معكم ديما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المعلومات اللي استنتجتهم او لا اللي لقيت من بعد ما درت طانينو. خليتوا لي بزاف ديال الاسئله، غادي نحاول نجاوب عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. بغينا نعطيكم كاع المعلومات، وبالنسبه للناس اللي ما عرفوش علاش كندوي غادي نخلي لكم هنايا الرابط ديال الفيديو اللي كنت درت فيه طانينو هنا باش تشوفوا، باش تاخذوا حتى نتوما فكره على هذا الصون هذا اللي درت لشعري. ما تخلعوش بعد عشاء قنديسه اللي خرجت لكم دابا. المهم بغيت غير نقول لكم طانينو الصراحه صدق ليا زوين، ولكن ماشي ضروري ان فاش غدير واحد السوان راه فاش انا ارتحيت زعما راه صافي يعجبني واو كلشي، ولكن ضروري كتلقاو عنده ايجابيات وكتلقاو عنده سلبيات. المهم اول حاجه البنات سولتوني على المده اللي كيبقى فيها الطانينو اولا البروتين، فبغيت نقول لكم يعني المده اللي كيبقى فيها نوع الشعر ديالكم، كذلك حتى نوع العنايه اللي كديروا لشعركم من بعد هذا السوان هذا. اول حاجه اللي بغيت نقول لكم اللي هي ضروريه انه فاش كديروا السوان ديالكم الا بغيتوا تحافظوا عليه مده طويله يعني ضروري تاخذوا واحد الشامبوان اللي ما تيكونش فيه السلفات. السوان اللي درت كما شفتوا درت طانينو، وبالنسبه للشامبوان اللي استعملت انا هو هذا. البنات راني ديجا عطيتكم معلومات عليه في واحد الفيديو كنت درتو معاكم، بغيت غير نقول لكم راه بالنسبه لهذا الشامبوان هذا خاص كل واحد ياخذ الشامبوان اللي يجي ليه مع شعرو. هما كاملين هاد الشامبوان ما تيكونش فيهم السيليكون، ما تيكونش فيهم السلفات، المهم بزاف الحوايج ما كيكونوش فيهم، ولكن خاصكم تاخذوا الشامبوان اللي غادي يجي لكم مع شعركم. غتقولوا لي كيفاش هادو ما كاينينش كاملين في هاد الشامبوان هذا، ولكن خصنا ناخذوا اللي يجي لينا مع شعرنا. غادي نقول لكم بانه ضروري انكم تاخذوا الشامبوان اللي يجي لكم مع نوعيه الزغبه ديالكم او النوعيه ديال البشره ديال الشعر ديالكم. فمن بين الحوايج انا اللي ما عجبونيش نهائيا في هذا الصوان هذا هو ان شعرك كيولي كيتزيت بسرعه، يعني واخا يكون ناشف عادي كيولي فيه كيولي افرازات ديال الدهون كتولي كثيره. فضروري البنات كما قلت لكم خاصكم تاخذوا الشامبوان اللي يجي لكم مع شعركم. بالنسبه لي انا خديت هذا ديال الشعر اللي كيكون دهني، وكذلك الشعر اللي كيكون صبوغ كيف ما قلت لكم. وبالنسبه للناس اللي مثلا شعرهم ناشف بزاف يقدروا ياخذوا ديال الشعر الجاف، والناس اللي شعرهم دهني خاصهم ياخذوا ديال يعني اللي خاص بالشعر الدهني. وثاني حاجه مهمه البنات هي ضروري البنات فاش تغسلوا شعركم ضروري 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 وكنقولها وكنعاودها ضروري تنشفوه بالسيشوار، ماشي كتنشفوه كتجبدوه بالبروس وداكشي، لا غير كتنشفوه هكا عادي. انا ان شاء الله غادي نشارك معكم دابا الطريقه كيفاش غادي نشف شعري. كتغسلوه عادي الغسيل العادي. الحاجه اللي بغيت نوصيكم عليها انه المشطه ما ديروهاش مثلا في الدوش اولا في الحمام فاش كتكونوا كتغسلوا، فقط غسلوا غسلوا بالشامبوان. انا تقريبا كندير من الغسله الاولى كندير فيها ثلاثه ديال لي بومب من هادو ثلاثه، المهم كنزرحها في يديا مزيان بحال هكا، وكنبقى نغسل شعري مزيان. كنغسل هاد الجلده هادي كامله ديال الشعر ديالي، كنغسل اللور، المهم عاد كنبدا نغسل الاطراف ديال الشعر ديالي، وكنحاول نسرح غير بيديا، ما كنستعمل لا مشطه لا حتى شي حاجه، حيت المشطه راكم عارفين غير كتعاون باش كيطيح لكم شعركم وما تيبقاش قوي. فضروري البنات كما قلت لكم حيدوا المشطه من الدوش، غسلوا فقط بالشامبوان، وحاولوا تسرحوا شعركم غير بيديكم. اصلا راه الا خدمتوا سوان زوين راه شعركم هي كتكبوا عليه الماء تيولي ملس يعني بوحدو كيتسرح، واخا تيكون مكبد يعني زعما مجموع عليكم ما مشطوش شحال هادي، واخا هكا غير كتكبوا عليه الماء وتيهبط لكم كيولي رطب بزاف. وكما قلت لكم نجيو دابا باش نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي نشف شعري. طريقه عاديه، شعري كيف ما شفتوا ها هو راه غسلتو، غادي ناخد الفوطه وغادي نحاول نشف بيها شويه. شتو هي كتخشيو يديكم راه كيتسرح، غادي نحاول نشف شويه هكا بالفوطه. وكذلك
الحاجه اللي ما خصكمش ديروها هما انكم تشدوا شعركم بحال هكا وتبقاو وتعصروا هكا في الحمام، غير غسلوا شعركم لويوه عادي، ديروا المقبض ديالكم صافي وخليوه وديروا الفوطه. حتى ديك الطريقه ديال هكا راه كيتقطع لكم الشعر من 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 الوسط هكا، وكتخرجوا على شعركم كتلقاو دوك التقريض، زعما كتلقاو شعركم كامل مقرض، تقولوا راه منين جاكم داك الشراء، وراه من الطريقه ديال الغسيل البنات. المهم دابا البنات غادي ندوز باش نشف شعري، كما شفتوا غناخد غير سيشوار، خدوا اي سيشوار عندكم، تقدروا تاخذوا حتى دوك الصغيورين هادو تنشفوا بهم. انا زربانه دابا غادي ندير هذا باش دغيا ينشف ليا. صافي غادي نشوفوا دابا الطريقه كيفاش كنشف شعري ونتلاقاو من بعد. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't be crying. المهم البنات انا حاولت ما نقطعش الفيديو باش ما يقولوش لك لا راه درت شي طرافيك ولا شي حاجه، قطعت الفيديو حتى سرحتو. المهم شوفوا انا مازال ما نشفش مزيان، وشوفوا كيفاش كيولي الشعر مسلسل. ها هو شوفوا غير لي بوينت كيفاش دايرين، راه كلهم طايحين وباقي ما نشفش كامل. وشوفوا لي حتى اللمعه دي، شوفوا كيفاش كيولي كيلمع وكيولي الشعر طايح البنات. ها هو راه باقي ما نشفش لي انا من هنايا، حاولت ما نقطعش الفيديو باش هكا تشوفوا زعما النتيجه. هو راه دغيا كينشف، خصيت نشفو مزيان، انا باقي عندي شويه هنا الداخل مازال ما نشفش، ولكن شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي دابا. بالنسبه للمده تقريبا انا شي شهر ونص ولا شهرين دابا انا مجدرتو، وكيولي لكم بحال هكا يعني كل غسله كيولي هكذا، غير كيف ما قلت لكم ضروري خصكم تنشفوه بالماء عاد بلا مسراج، غير ضروري البنات خاصكم كيف ما قلت لكم تنشفوا. شوفوا كيفاش كيجي، ندوز باش نكمل الجنب الاخر ونرجع لكم. وما كدهنوه لا بزيت لا حتى شي حاجه. ها هو كيفاش كيجي، باقي انا مازال ما شفتش ليا كامل مزيان. شوفوا البنات كيفاش كيجي طايح، ها هو يعني ما كتحتاجوا لا سيشوار لا حتى شي حاجه، غير كتشفوا فقط هكا بالسيشوار
فقط يعني ما كتجبدوه ما وراهاش شعرك كيفاش داير. نشوفوا حتى التحت ديالو نوريكم داكشي علاش البنات كنوصيكم تمشوا على شي واحد اللي خدمته زوينه ولا يخدم لكم خدمه زعما نقيه. شوفوا شوفوا التحت كيفاش داير. ها هو شوفوا البنات واخا بعض المرات كنا كنخدموا بالسيشوارين في الصالونات وما تيطلعش ليا بحال هكا يعني من واخا انا شعري زعما زغبان عندي رقيقه ورطبه يعني ماشي شعري حرش بزاف غير انا المشكل عندي هو كان تيتنفخ ليا شعري يعني كان تيكون فيه الفوليوم بزاف. المهم دابا غادي نجمع الشعكاكه وغادي ندوز باش نقدم معكم وجهي غادي نمشي لواحد ليفينمون وهكا غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى الماكياج اللي غادي ندير. غادي ندير غير ماكياج خفيف هكا دغيا ديال الزربه وخليكم معايا. المهم بلا جمعت شعري غادي ندوز دابا باش نركب لي لونتي ديالي. غادي ندير في الاول غير هذا المعقم هذا البنات كنصحكم تاخذوا هذا المعقم هذا تبقاو ديروه قبل من لي لونتي صراحه غادي ينفعكم بزاف غادي ينفعكم بزاف البنات الناس اللي كيكونوا كيحسوا بلي لونتي بزاف اولا كيحسوا بعينيهم بحال كتشمع اولا كضرهم هذا كيرطب لك العين وما تيخليهاش تنشف لكم صراحه زوين كانت نصحتني به غير واحد البنت. ودابا غادي ندوز باش نركب لي لونتي ديالي. بالنسبه للون اللي غادي ندير اول مره غادي ندير هذا اللون هذا غري كراميل. شوفوا اللون ديالو كيفاش داير صراحه زوين واللون تقريبا هذا بحال داك اللي كان عندي غير الاخر كان فيها كان تيبان فيه زعما الخضر بزاف داك اللي كنت دايره في الاول بحال الا خزي والاخر ماغون غاديون براون. وصافي المهم صحيني واش فين درت كلينيكس. المهم غادي نقي هادشي غادي نرطب البشره ديالي بنيفيا سوفت البنات انا هادي واخداها ودرت فيها انقطات من غادي ندير غير شويه درت فيها انقطات ديال الفيتامين او ضروري البنات ترطبوا وجهكم راكم عارفين دابا مع البرد كينشف لينا الوجه واخا تقولوا لي راه وجهنا دهني وداكشي ولكن ضروري البنات ما ترطب. سرتو الفم تحت العين دابا غادي ندوز باش نقاد حجباني شويه غير نطرسهم هكا على خفيف ومن بعد نشوف شي لون هكا نيود نديرو فوق عينيا صافي غادي ندير غير فاراجو وروج على ليفغ يكون خفيف. Through color glass.
was wrong.